جاهز للتعبير. ربنا يستر ربنا يستر. طيب طب انت راكب عربيه زي بدلي اوعى ايه راكب يا ده انت مش شغل لو انت بتحترم في ميدان التحرير تجمع حوالي 300 شاب بشكل مريب جدا حوالين ثلاث فتيات هرول الشباب دول خلف البنات في محاولة. ده كان جزء من فيلم تسجيلي عن ظاهرة التحرش، واعتقد ان الظاهرة اصبحت اكبر من كونها ظاهرة، دي اصبحت تقريبا سلوك يومي كل واحد فينا بيشوفه بعينه في الشارع المصري، واسبابه لحد دلوقتي مهما قالوا فيها العلماء والمتخصصين مازال جزء كبير منها بالنسبة لنا غير مفهوم وغير مبرر. معانا مخرجة الفيلم اللي كان ليها الحقيقة اكتر من فيلم عن ظاهرة التحرش، استاذة نيفين شلبي. الفيلم ده او الجزء ده كان من فيلم اتكلمني، وعندك فيلمين تانيين شكوى الى البحر ومروة. بالضبط. اولا ايه اللي خلاكي تعملي الفكرة؟ هل ليكي اتعرفي ناس شخصيا اتعرضوا للتجربة دي، ولا من وحي ان انت حاسة انها فعلا بقت حاجة موجودة في المجتمع بشكل ملفت جدا وكتير؟ والله بصي، يعني هو اكتر من عامل. اولا كوني بنت بتعرض لده، وكل اللي في الدوائر اللي حواليا بتتعرض لده بشكل يمكن يومي او اسبوعي حسب احتكاكي بالشارع. ثانيا انا بشتغل اصلا مهتمه بالقضايا الانسانيه عموما، يعني اغلب شغلي واغلب الافلام الوثائقيه اللي بعملها مهتمه بالقضايا الانسانيه او بالقضايا الحقوقيه اللي مهتمه بحقوق الانسان. فاعتقد ان من حق السيده او المراه في مصر انها تمشي بسلام من غير ما حد يتعرض لها، من غير ما حد يعني يقول لها رايه في لبسها، من غير ما حد يقول لها رايه في مكياجها، من غير ما حد يعني يبتدي ان هو يبدي اعجابه بيها سواء بالكلام او بالنظره او بايده او بقى. يعني الموضوع بقى يتطور دلوقتي لان احنا ما عملناش وقفه من اول ما ابتدى. فبالتالي كل العوامل دي غير طبعا الجهات اللي انا بشتغل فيها اللي بتهتم بالقضايا الحقوقيه، فاجتمعت كل العوامل دي ان انا اعمل سلسله الافلام الوثائقيه دي، وكمان هي مستمره، يعني لسه كمان هعمل مجموعه اخرى في الفتره اللي جايه. الحقيقه يا استاذه نيفين، يعني انا لما شفت المشاهد اللي احنا تابعناها من فيلم اتكلمي من فيلمك دلوقتي، يعني هي تعتبر مشاهد صادمه لاي نفس يعني سويه، ونتمنى ان احنا نكون في حاجات اكتر كده. يعني ما نقدرش نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل، لانه ببساطه مين فينا ممكن يقبل ان هو يعني يفعل هذا الامر مع اخته او زوجته او بنته او امه؟ يعني اذا كان حتى كراجل مين يقبل ان هو يعني ينتهك جسده بالظبط لمجرد ان انت ماشي في الشارع؟ يعني بالزبط. حتى الرجل نفسه يعني هو لا يتخيل ان هي ماشيه في الشارع. لان برضه هو في تطور في سلوك المصريين اللي ممكن يكونوا بيلجأوا للسلوك ده، يعني النظره والكلمه ربما كانت سلوك في توقيت سابق في مصر مرتبط بمناخ معين، يعني انه حد يداعب حد بكلمه فيقبلها او لا ده امر، وانه يبقى في تحرش جسدي في التوقيت الحالي. تفتكري يعني اذا كنت قدرت تعملي بحث في الافلام اللي قدمتيها، ايه الاسباب ورا ده؟ والله بص، انا ما اقدرش ان انا احجمها اقول اسباب محدده، لان لو احنا جينا حصرنا مين اصلا اللي بيتحرش، بتلاقي ان جميع الفئات العمريه، جميع المستويات الاجتماعيه، تمام، جميع المناطق بيحصل فيها تحرش. فما اقدرش اقول مثلا ان هو كابت جنسي. طب ما هو انت عندك مثلا حد متزوج. طب المتزوج ده بيتحرش ليه؟ عندك طفل صغير عنده 12 سنه. طب ده لحق جاله كابت جنسي امتى؟ فبالتالي انا ما اقدرش اقول ان هو سبب واحد، ما اقدرش اقول مثلا ان هو سبب الفقر او يعني في ناس بتبقى مقتدره اقتصاديه. طب انت كان ليكي لقاء مع
اطباء نفسيين في الفيلم، يمكن ما زعناش اجزاء منها بس اكيد كان في تحليل لده. ايه التحليل؟ هو انا ما قدرتش ان انا بشكل مباشر ان انا يعني التقي بالدكتوره منال عمر لانها كان ليها اكتر من تحليل بصراحه من اصدق الحاجات اللي لقيتها. هي كانت بتقول ان في بعض الشباب نتيجه الاهانات اللي بيتعرضوا ليهم او عدم تعبيرهم عن نفسهم او عدم احساسهم برجولتهم، فابتدوا ان هم بقوا لم يجدوا من رجولتهم شيء تبقى غير ان هم يعني يعرضوا نفسهم في الشارع للبنات، في الشباب اللي ممكن يعرضوا اجزاء من اجسادهم للبنات، وده نوع برضو من انواع التحرش نتيجه ان هم فقدوا احساسهم برجولتهم، ان هم لا بيشتغلوا ولا قادر يتجوز ولا قادر يصرف على امه ولا قادر يتولى مسؤوليه الرجل اللي المفروض يعمله. فبالتالي لم يجد ما يتبقى له من رجوله غير ان هو، انا اسفه في التعبير، ان هو يعرض اجزاء من جسمه اللي هي تعبر عن رجولته او اللي هي الشيء الوحيد المتبقي ليه من كونه كرجل او ذكر زي ما بيقول. ده بصراحه ده التحليل اللي قالته الدكتوره منال عمر، بس ده برضو بيتكلم عن فئه، ما اقدرش اقول عنه على كل الفئات لان مش كل الفئات بتعمل نفس هذا الفعل المشين، لان اشكال التحرش عديده، ما اقدرش اقول ان هي بس في عرض اجزاء من جسد الرجل ده نوع من انواع التحرش. والانه طبعا والتليفونات والانترنت، بس كان زمان كله كلام فقط، يعني زمان كان التحرش مع الكلام كان بس في بالكلام، لكن ما كانش فيه اكتر من كده. طب انت كان ليكي تجربه مثيره شويه وغريبه، ان انت صورتي متحرش عملتي معاه لقاء؟ وهو قبل؟ لا، هو ما كانش متخيل. يعني اصلا انا كنت ماشيه بكاميرا صغيره جدا وكنت بصور فيلم. هو ما كانش يعرف؟ لا ما كانش يعرف. بس هو وهو انا بسأل لي لو انت بتصوري انا مش فارق معايا. هو ده؟ لا ده كان بيقول ان البنات بتلبس لبس مشين. ده برضو ليه من يعني من احد الناس اللي بيقول ان الناس البنات هي السبب، لان البنات بتلبس ميني جيب وميكرو جيب. انا بس يعني نفسي ارد على الحته دي بس في عندكم، لان انا يهمني جدا على موضوع اللبس. لما حد بيسافر من الناس هنا في امريكا ولا في اوروبا ولا بيسافر في اي دوله، هل انت يعني انا عاوز اسال، هو انت حيوان مطلق في الشارع؟ لما تشوف اي حاجه، اي واحده ست يعني بنت حته من ايديها او من ايديها، مش هتقدر تمسك نفسك. لا مش ده في الفيلم الاخر بتاع مروه. الراجل ده بيقول ان الستات لازم تلبس النقاب، يعني ده الحاجه الوحيده. بالمناسبه المنقبات كمان بيتم التحرش بيه. فالمشكله مش في اللبس، المشكله في السلوك الشخصي، ان الراجل لازم يعمل كنترول على سلوكه، وان يبقى فيه كنترول او فيه تحكم على السلوك اللي هو بيعمله، بدليل ان هو لما بيسافر اي بلد تانية، اي حد مصري من اللي بيمارس التحرش هنا بيبقى ماشي زي الالف. ليه؟ عشان انت قادر تتحكم في غرائزك. طب وهنا ايه يعني في مطلق زي حيوان ماشي في الشارع مش قادر تتحكم في نفسك خلاص يعني؟ ولا هنا عشان مفيش تطبيق قانون؟ ولا هنا علشان البنات بتسكت وبتهجل، لان اي حد دايما طول الوقت بيلومها ان انت مذنبه وان انت السبب وان انت اللي استفزتيهم على اساس ان انت حيوان؟ يعني في حاجه مهمه حصلت وتطور عند البنات دلوقتي حصل، رغم انه الظاهره فظيعه ويعني لا انسانيه واقرب للحيوانيه او هي حيوانيه فعلا، بس دلوقتي البنات ما بقتش تسكت، يعني بقى في يعني شجاعه وبقى في قدره على المواجهه، انها تتحدى المتحرش وتتحدى المجتمع وتقدم بلاغ وتجاهر انه ده حصل لها. زمان ما كانش ده بيحصل. فانت شايفه انه ده ممكن يؤدي الى تقليل من الظاهره ولا مش هيأثر؟ يعني هو بس هيساهم في ان البنت تتعالج نفسيا اسرع بس؟ لا، هو حضرتك يعني موضوع ان التصدي للتحرش ما اقدرش اقول برضو ان هو عنصر واحد، ده من خلال يعني انا ما بنظرش، انا مش بحيث اجتماعيه، بس انا بنقل لحضرتك الناس اللي قالوه في الشارع من خلال الفيلم بتاعي. مش بقول ده كنوع من التنظير يعني، بس هو اكتر من عنصر. اولا البنات ما تتكلم، يعني المفروض البنات تتكلم، ان اول حاجه ان اول شخص بيوقف هذا المتحرش هي البنت، ولو هي ما وقفتوش وسابته فبالتالي هو هيتمادى مع الاخرى والاخرى، هيعرف ان البنت ما بتتكلمش فبيتمادى. ثانيا لازم يبقى في قانون فعلا مفعل، ان انا لما اروح واقول ان هذا الشخص تحرش بيا او تعرض بيا بالطريق، مش لازم يكون لمسني، يعني ليه استنى لغايه لما يلمس؟ مجرد ان واحد يمشي ورايا في الشارع ويبقى ان هو عاوز يكلمني او يتعرف عليا، ده جريمه. انا ما يعني لا يعني انا كبنت ماشيه في الشارع ما اقدرش اروح لراجل اقول له اتعرف عليك او ان انا افرض نفسي عليه. طب ليه هو ما يسيبنيش في حالي ماشيه؟
يعني انا نفسي ان احنا نوقف من اول حاجه، مجرد ما لو حد بس مشي ورا بنت، ده المفروض ان هو يبقى له قانون وان هو يطبق. ولما بنت تروح تعمل محضر وتقول ده تحرش بيا، ما يقولهاش يلا بقى وخلاص انت هتعملي فضيحه في نفسك. فضيحه في ايه؟ انا مجني عليا. ده اللي بيحصل كده فعلا. فحتى ضباط الشرطه مش متعاونين طول الوقت. مره بصدفه تقولي ده والله طلع ظابط كويس، انما في الاغلبيه لما بنت بتروح تعمل محضر، الناس اصلا مش طول الوقت الناس بتتعاطف مع البنت اللي بتقول ده تحرش بيا، ويقعدوا يعني لم الموضوع هتفضحي نفسك. هتفضح نفسها في ايه؟ واحده اتسرقت، واحده انتهكت، يبقى بتفضح نفسها في ايه؟ المفروض المجرم ده هو اللي يتم معاقبته. حاجه غريبه يعني انا برضو مش فاهماها، يعني ليه دلوقتي ما بقاش في برضو نخوه؟ يعني لما واحد بقى يشوف واحده بتتعرض لتحرش او للانتهاك، الرجاله بقت تمشي عادي كده، يعني ما حدش بيكلف نفسه حتى ويقف يقول كلمه. يعني والله مش كله، يعني بقى في وفي، بس يعني ممكن تشترك معنا في الحديث بما انك ممكن تكون. انا اشترك طبعا، بس زي ما قلت لك قبل ما نطلع هوا، انه يمكن انا حابب انه يكون وجودي معاكم وجود مكمل، لانه هو الحقيقه استاذه نيفين طرفي معادله التحرش هو بنت وولد. في النهايه الولد اذا ما كانش اتربى، اذا ما كانش اتربى، اذا كان بيتعاطى مخدرات، اذا كان المناخ اللي احنا عايشينه يا استاذه نيفين النهارده اللي فيه فوضى، اللي فيه انفلات امني، اللي فيه انفلات اخلاقي، اللي فيه انفلات في كل المجالات، بيهيئ للولد انه ممكن يعمل ده. فشيء طبيعي بعد كده، وطبعا احنا مش راضيين عن ده، ان احنا نشوف احتفالات الاعياد خاصة بعد رمضان كما لو انه الاحتفال في عيد الفطر هو موجة التحرشات اللي بنشوفها قدام الاسلام وتحرش. يعني ده بقت من الايه، يعني احتفاليات او سلوك الاعياد عندنا بقت متلازمة كده مع بعض، بنكحك ونلبس لبس العيد وبينزلوا يتحرشوا بالظبط من الاحتفال. فاللي هو يعني خلاص في حيوانات بقى مطلقة في الشارع بقى، يعني ايام الاعياد بقى فيه مش ممكن بقى اللي بيحصل ده. يعني نفسي يبقى في شرطة للتحرش بس تنزل ايام الاعياد، وفي 3 4 مثلا او في 100 واحد يسجن. زمان كانوا بيحلقوا لهم صح؟ مش كان والله دلوقتي ده كان معاكسه. والمعاكسه بس ده المعاكسه حضرتك. الموضوع بقى اكتر من المعاكسه دلوقتي. الموضوع دلوقتي وصل في ميدان التحرير مؤخرا، وصل لاغتصاب جماعي. ليه؟ لان احنا سكتنا على التحرش. صح. فخلاص بقى مش ممكن. كمان اسمحي لي بان احنا اللي نختم الفقره ديت، لانه في النهايه زي ما قلت لك يا استاذه نيفين هو الادب كلمه المفتاح في هذا الموضوع. سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. للاسف الشديد كتير منا لا يعلمون ان الحياء شعبه من شعب الايمان ومكرهم في هذا الزمان. نشكرك نيفين شلبي في حلقتنا، وبنشكر طبعا الاستاذه نيفين شلبي مخرجه الافلام التسجيليه والوثائقيه. ونشوفكم بكره ان شاء الله فريق عمل جديد في هذا الصباح ساعتين من 8 ل 10 كل يوم. الى اللقاء. الى اللقاء.